ماركوريوز على تنفيذ هذا الخطأ. كرة ملعوبة، يا سلام، نعم يأتي التقدم للذئاب بهدف فراوة وفنان، أروع الأهداف في هذا الموسم من الكرات الثابتة، هذا هو هدف رائع للغاية. نعم يتقدم الضيف بروسيا دورتموند، يتقدم بأول الأهداف في هذه اللحظات، هدف جميل للغاية. لاحظ يا سلام من مارسيل شميلزر، يرسل كرة بإتقان وبروعة فنان، إنه مارسيل شميلزر يتقدم الآن لبروسيا دورتموند، الذئاب يتقدمون الفهود.